السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد روى أحمد في مسنده والإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقد دلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على صالح الأخلاق وعلى محاسنها، وحذرنا صلى الله عليه وسلم من سيء الأخلاق وفاحشها، وهذا من مظاهر الجمال ودلائل الكمال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حسن الشريعة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل هديه صلى الله عليه وسلم وجد أنه ينتقي من الكلمات أطيبها، ووجد أنه صلى الله عليه وسلم يحث على الكلمة الطيبة، ويحث على استبدال الكلمة السيئة أو الاسم القبيح. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي، وهما بمعنى واحد كما قال الخطابي رحمه الله تعالى. ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم قول خبثت نفسي لما فيه من لفظ الخبث، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحث على استبدال الكلمة السيئة بالكلمة الحسنة. وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، أو قال رحمه الله تعالى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخير في خطابه ويختار من الألفاظ أحسنها وأجملها وألطفها وأبعدها عن ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش. وحثه صلى الله عليه وسلم على الكلام الحسن الطيب منثور ومنتشر في دواوين السنة. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يستفاد من هذا أن الكلمة الطيبة الحسنة من الأسباب التي تجعل بين الإنسان وبين النار وقاية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذن الكلمة الطيبة يتقي بها الإنسان من ماذا؟ من النار. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الكلمة الطيبة بمنزلة الصدقة، وأنها هي صدقة أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وشق التمرة ماذا؟ صدقة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذن الكلمة الطيبة تقوم مقام الصدقة بشق التمرة. ويدل على ذلك صريحا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة وخيرها الفأل،
قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن الصمت من جاهل الإنسان من أن يقول كلاما مخالفا لشرع الله عز وجل. وقد جاء عن ابن المعتز رحمه الله تعالى أنه قال افرح بالكلمة السيئة التي سكت عنها، أو افرح بسكوتك عن الخطأ كما تفرح بعدم سكوتك عن الصواب. مثل ما تفرح أنت بالكلمة الطيبة الحسنة التي تقولها، افرح أيضا بالكلمة التي قد تكون خطأ ولكنك سكت عنها، سكت عنها. نعم. ومن ذلك أيضا، أو من الأحاديث التي أرشدنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عظم شأن الكلمة وعظم شأن الكلام الذي يقوله الإنسان ولا يلقي له بالا، ما جاء في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصححه من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أوصاه ببضع وصايا، ثم قال في آخرها صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال معاذ رضي الله عنه قلت بلى يا نبي الله. قال فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا. فقلت يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون أو وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن هذا اللسان شأنه عظيم، وكل أمر يريد الإنسان يتحدث به أو يأمر أحد أولاده به أو يأمر أحد من له عليه يد من الناس، ها؟ أو يريد أن يخاطب أحدا من الناس بشيء، يستطيع أن يعني يأتي بالكلام الحسن وبالكلام السيء الذي كله يدل على ذات المقصد الذي يريده. فلماذا لا ينتقي الكلام الحسن الطيب ويترك الكلمات السيئة البذيئة أو القبيحة أو الفاحشة؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله لما وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام قال كان يتخير في خطابه ويختار من الكلمات أو من الكلام أو من الكلمات أحسنها وألطفها وأجملها. قد تريد شيء من الأشياء وتعبر عنه بتعبير سيء، لماذا لا تنتقي الكلمات الحسنة الطيبة وتعبر بها بدل هذا التعبير الذي تذكره؟ ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي أعمار المخاطبين، فما كان صلى الله عليه وسلم يكلم الكبار بما يكلم به الصغار، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتبسط للصغار ما لا يتبسطه للكبار. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، وكان يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير هو طير أو طائر صغير. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط أيضا الصبيان ويعلمهم ويحثهم، وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليهم، وكان يوصي صلى الله عليه وسلم الصغار والصبيان كما أوصى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين في صحيح البخاري بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا فقال باب السلام على الصبيان. الآن كثير من الناس إذا مر من بجانب صبيان صغار يلعبون أو ما شابه ذلك تجده لا يسلم استصغارا لأعمارهم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليهم حتى الصغار
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم. وقد جاء في الصحيحين أيضا مما يستفاد منه انتقاء النبي صلى الله عليه وسلم للكلام يعني مع الصغار، ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، بعثني يوما في حاجة. لاحظ، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان من أحسن الناس خلقا كان يدعو الله عز وجل أن يحسن خلقه، فقد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وفي الدعاء أنه صلى الله عليه وسلم في ذات الدعاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. إذن كان صلى الله عليه وسلم مزكى من الله جل وعلا بأنه على خلق عظيم، ووصفه الصحابة رضي الله عنه بحسن خلق، ومع ذلك كان يدعو الله عز وجل أن يحسن خلقه. إذن قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، بعثني يوما في حاجة فقلت لا أذهب، وفي نفسي أني سأذهب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون وجعلت أنظر إليهم. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقفايا من ورائي وقال لي: يا أنيس. إذن انظر إلى تبسط النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، مع أنه إلى الآن لم يذهب إلى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا أنيس. حتى في نداء الأطفال الصغار، وقد سبق معنا في الحديث قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكني الصغار، فقال لي أخي أنس: يا أبا عمير، يا أبا عمير. وللكنية أثر في النفوس، وهي من الكلام الطيب. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينادي بعض أصحابه بكناهم، بل قد جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج أنه سأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال له: تكتني المرأة يا أبا عبد الله، تكتني المرأة؟ قال عائشة رضي الله عنها: كناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله. إذن النداء بالكنية هذا من التلطف بالكلام ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بعض أصحابه بأسمائهم إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يشد انتباههم إلى شيء معين. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه وهو رديفه على الرحل، قال: يا معاذ بن جبل، يا معاذ ابن جبل. ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه واسم أبيه، وهذا ماذا؟ لشد الانتباه، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال أنس رضي الله عنه: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقفايا من ورائي وقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: الآن أذهب يا رسول الله. قال: الآن أذهب يا رسول الله. فانتهى الوقت. نعم، قال: الآن أذهب يا رسول الله. وإن شاء الله للحديث بقية. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين معانين مسددين أينما كنا، هذا والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.